بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا طلبه وطالبات الثانويه العامه، نرحب بكم وحلقه جديده من برنامج مدرسه على الهواء لماده الفلسفه والمنطق. يسعدنا في بدايه حلقه اليوم ان نرحب بالزميله الاستاذه ريحان الحسن. اهلا استاذ ريحان. اهلا بك يا محمد، واهلا باعزائنا الطلبه. طبعا لازلنا نكمل شرح منهج الفلسفه وقضايا العصر. احنا ماشيين لحد دلوقتي في الباب الاول او الفصل الاول او الموضوع الاول من المنطق. طبعا في الحلقه السابقه انت عارفه عادة الحلقات الفلسفة اتصالات غزيرة جدا، فاحنا في الحلقة السابقة يا دوبك كملنا خطوات المنهج الاستقرائي ووصلنا للشرط الكافي والشرط الضروري. النهاردة موضوع حلقتنا هو طرق جون ستوارت ميل للتحقق من صحة الفروض. طب احنا ما خدنا المنهج العلمي النبي، يكون قلنا فيه جانب نقدي، هد فيه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الانسان، وضح لنا الاخطاء دي، وبعدين ادانا خطوات المنهج العلمي عنده او الجانب الايجابي. الجانب الايجابي عند بيكون اول حاجه الملاحظه، ثاني حاجه جمع المعلومات، بيجمع المعلومات عن اي ظاهره ويحطها في ثلاث قوائم: حضور، امتى الظاهره دي بتظهر، امتى الغياب، امتى الظاهره دي بتغيب، امتى قائمه التفاوت في الدرجه، متى تتفاوت الظاهره زياده ونقصا، بيحلل القوائم عشان يوصل لتفسير الظاهره. هنا بيكون اهم جزء مهم جدا، وهو ايه؟ الفرض العلمي. تمام. وخلي بالك يا محمد، هو بيكون طلع بمنهج جديد اللي هو الاورجانون الجديد عشان يحل محل مين؟ منهج ارسطو اللي هو الاورجانون القديم. عندنا برضو جون ستوارت ميل عشان يحل ويتحقق من صحه مين؟ الفروض اللي اهملها مين؟ بيكون، صح؟ تمام. يبقى معنى كده بيطلع الجديد ليحل محل القديم. هنتكلم النهارده على ايه؟ عن طرق التحقق من صحه الفرض عند جون ستوارت ميل. طبعا زي ما انت قلتي، الجديد دايما يحل محل القديم، وكل في اشياء كثيره دايما بتمحى، ولكن اذا كان الجديد قويا هو يستطيع ان يمحي القديم. زي ان كان بيكون عنده مشكله اصلا، كان عنده نقطه مشكله. يعني فعلا مشكلة. لو كان ذكر فعلا، انت عارف الجانب النقدي، الجانب الايجابي عند بيكون، لولا انه فعلا اغفل الفرض العلمي، والفرض هو اساس وضع القانون العلمي، من وجهه نظري ما كانش هيتوجه للنقد لو كان ذكر كلمه الفرض العلمي. واحنا طبعا لما شرحنا منهج بيكون قلنا ان المعرفه العلميه تراكميه، فإن المحدثين أو المعاصرين يظهر الجديد ليحل محل القديم، بيستفيدوا من وجهة نظر القدماء وبيبنوا على وجهات النظر، هذه وجهات النظر الجديدة. فزي ما بيكون جه وضح وجهة نظره في البحث العلمي من خلال المنهج عنده، فوقع في مشكلة، بيجي جون ستوارت ميل النهاردة يكمل هذا الفكر، ولكن يعدل الجزئية اللي وقع فيها، فخد جزء معين اللي هو الفرض. ازاي نتحقق من صحه الفرض؟ احنا لما خدنا خطوات منهج استقرائي قلنا عندنا ثلاث مراحل، ثلاث مراحل باربع خطوات. ثلاث مراحل: المرحله الاولى اسمها البحث، فيها بخطوتين الملاحظه والتجربه. ثاني مرحله عندي هي مرحله الكشف، وهي خاصه بالفرض العلمي. اخر مرحله عندي فيها الخطوه الاخيره، وهي البرهان او القانون العلمي. اول حاجه قلنا الملاحظه، الملاحظه هي مشاهده الظاهره، ان الباحث وجه ذهنه للحواس، الباحث يوجه ذهنه وحواسه للظاهرة بغرض دراستها، يبقى هي المشاهدة الدقيقة، فبيستخدم فيها ايه؟ الحواس والذهن. بعد كده خدنا التجربة، قلنا التجربة هو بيراقب ويشاهد، ولكنه في ظروف أعدها بنفسه عبر إجراءات مصطنعة أعدها الباحث. هذه الإجراءات حاجتين: إما أنه يتدخل في تركيب الظاهرة، أو أنه يغير في ظروفها. وصلنا بعد كده للفرض العلمي، ومعرفنا الفرض العلمي بقى النهاردة اللي بنقول طرق جون ستوارت ميل للتحقق من الفرض، بنقول ايه هو، نفكر الطلبه بتعريف الفرد. احنا قلنا هنقتبسه من علم النفس. تمام. احنا جينا في علم النفس وقلنا تفسير مبدئي للحدث. هنا هنيجي في الفلسفه ونقول هو تفسير مؤقت للظاهره او اقتراح لحل المشكله، وبدون الفرد اللي اغفله بيكون، يعني معنى كده ان بيكون يعد الفرد العلمي عنده البناء النظري في المنهج مين؟ الاستقرائي. يبقى الفرض العلمي تفسير مؤقت لحل المشكله معاه او اقتراح لحل المشكله. تمام. طب تيجي نشوف، طبعا خدنا شروط للفرض دوت، وخدنا الفروض، وخدنا التحقق من صحه الفروض. تمام. واتبنى التحقق من صحه الفروض على مبدا، وهو مبدا التسليم بالعليه اللي هو السببيه لكل عله مين؟ معلول خاص بيها. وفرقنا ما بين الشرط الضروري والشرط مين؟ الكافي. وقلنا ان الشرط الضروري لا يمكن للحدث ان يقع الا في وجوده، زي عشان تخش الجامعه لابد من حصولك على شهاده الثانويه العامه. وقلنا الكافي لابد لدخولك كليه معينه انك تكون حاصل على مجموع بمقدار مين؟ معين. تيجي نبتدي في طرق جون ستوارت ميل. طب نتوقف هنا لحظه، يعني انا يعني امسك دقات قلبي وانفاسي، لان اللحظات مرت من غير اتصال. طبعا احنا بنسعد بالاتصالات، ولكن الاتصالات هتيجي، انا اشعر كان في اتصال حاليا. يعني
الاتصالات هتيجي، فاحنا بس عايزين نجري في المنهج بسرعه كده ونشرح اكبر جزء. في الشرط الضروري احنا قلنا ان الشرط الضروري هناخد المثال البسيط ليه، معادله الاشتعال. ايه هي معادله الاشتعال؟ ماده قابله للاشتعال، حراره، اكسجين. فالاكسجين هنا شرطا ضروريا لايه؟ للاشتعال، ولكنه ليس الشرط الكافي. الشرط الكافي ده بالبلدي كده بالعاميه هو الشرط الوحيد. امتى تقول ان يعني في شرط ضروري وكافي؟ الشرط الضروري هنا هو الاكسجين، شرط ضروري، ولكن هل كافي يعني هو السبب الوحيد؟ لا طبعا ليس هو السبب الوحيد. الشرط الكافي دايما، في شرط كافي ويكون ضروري اذا كان سببا وحيدا. طبعا دي نقطه بس نقولها كده للتوضيح. جون ستيوارت ميل بقى اهتم، خد الجزء العله والمعلول دي، ووضع من خلالها خمس طرق للتحقق من صحه الفرد. طب تعالى نكتب الخمس طرق ونتناول كل طريقه بالتفصيل. تمام. احنا عندنا طريقه، هو قدم لنا خمس طرق. عندي طريقه اسمها طريقه الاتفاق، ودي من طرق جون ستيوارت ميل للتحقق من صدق الفروض. عندي طريقه وهي ناقضها ويطلق عليها طريقه الاختلاف، وعندي طريقه اخرى وهي طريقه الجمع بين الاتفاق والاختلاف. يبقى اول حاجه هي سهله جدا يا استاذ رامي، سهله اهو. طب تعالى نكتب الطرق وعكسها الاختلاف. تمام. وبعدين هنجمع ما بين الاتفاق والاختلاف، يبقى معايا كام طريقه؟ نصلح بينهم بقى. تمام. يبقى يعني معايا عندي اتفاق وعندي اختلاف، هنيجي هنا نخش نصلح بينهم، نجمعهم الاثنين في طريقه واحده. يبقى كم طريقه دلوقتي؟ ثلاثه. هخش في ثالث رابع طريقه معايا، وهي طريقه التلازم في التغير. يبقى كده وصلنا لكام؟ أربع طرق. واختم باخر حاجه، خامس طريقه معايا، وهي طريقه يطلق عليها طريقه البواقي. يبقى كده وصلنا لكام طريقه؟ خمس طرق. لو انت جيت النهارده، تعالى نبتدي باول طريقه في الاتفاق. وجيت النهارده، خلي بس الخريطه دي جميله، احنا ممكن احنا هناخد واحده واحده بالتفصيل. انا عندي اول طريقه هبتدي معاها هي طريقه الاتفاق. احنا قلنا عله ومعلول. لو انت جيت النهارده يا استاذ محمد وتاخرت عن الحلقه وانا ابتديت لوحدي، وجيت بعد كده الحلقه اللي بعديها واديتنا ايه لتاخيرك؟ هتدينا ايه؟ مبرر. يعني هتدينا سبب او سبب. يبقى معنى كده طريقه الاتفاق بتنص على انه يوجد تلازم. عندي تلازم، كلمه تلازم معناها ايه؟ اقتران او حضور، او حضور ما بين العله وما بين مين؟ المعلول. طب لو سمع واحد دلوقتي بيسالنا يعني ايه العله، هنقول له العله يعني اللي هي السبب. اللي هي السبب. طب والمعلول اللي هو مين؟ اللي هو الظاهره او المسبب عندي للحدوث الظاهره. يبقى يوجد تلازم او اقتران ما بين العله وما بين مين؟ المعلول. يبقى متى وجدت العله؟ وجد مين؟ المعلول. يبقى معنى كده اي حاجه في حياتك، لما اجي اقول لك ما سبب تمدد الحديد، هتقول لي مين؟ الحراره. حرارة. طب عندنا مثال سهل جدا موجود عندنا في كتاب المدرسه. نفترض ان اسره عندي مكونه من 7 افراد. ايوه، راحوا المطعم بقى. انا هاكل فراخ، وواحد كل لحم، وواحد كل رز، وواحد كل خضار. تنوعت الاكلات. محمد من الاسماعيليه عايز يخش معانا يشوف الاكله بقى، ايه رايك؟ طب تعالى نشوف محمد. ازيك يا محمد؟ الو، ازي حضرتك يا مستر؟ هتاكل ايه يا محمد؟ مستر راي بتسالك بقى. نعم. معاك مستر راي مباشره. انا ايه؟ ماشي. كل سنه حضرتك طيب. الحمد لله بخير. كنت عايز في اسئله حضرتك كنت عايز اسال فيها. ما اقول لك معاك الفلسفه كلها اهي. ماشي. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ازي حضرتك يا مستر؟ الحمد لله تمام، كويسه. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب يا محمد؟ في ليه اسئله مش عايز اسال فيها. ماشي، اتفضل قول. بس احنا هنسال في الباب الاول فلسفه، والفصل الاول منطق. تمام؟ ماشي. قول يا محمد. ايوه، اسئله صح وغلط مع التعليم. سامعاك. اوهام الكهف. ايوه. ظاهره بشريه عامه لدى كل البشر. ظاهره ايه؟ بشريه عامه. لدى كل البشر. لدى كل البشر. طبعا العباره هتطلع معاك العباره خاطئه، لان اوهام الجنس هي اللي تعد البشر. صح. تمام. ظاهرة بشرية عامة لدى كل البشر بيقع فيها البشر عامة، زي التسرع في إصدار الأحكام أو إنك تتبنى رأي دون أساس متين. أما أوهام الكهف المقصود بها أخطاء بيقع فيها الإنسان بسبب اختلافه في التربية، المستوى الثقافي. كل فرد ليه كهف في حياته، كهف خاص يسيطر على عقله. زي إنسان بيهوى القديم، واحد بيهوى الحديث، واحد بيتوسط ما بين القديم وما بين الحديث. في جميع الأحوال العبارة بتطلع معاك خطأ، ولو وفقا لتصحيح، لو احنا بنثبت الجزء الاولاني، هتروح قايل العباره خاطئه، وتروح معرف لي اوهام الكهف هي الاخطاء اللي بيقع فيها الافراد بسبب اختلافهم في التربيه، المستوى الثقافي. كل فرد ليه كهف خاص به يسيطر على عقله. خلاص. وتروح قايل لي المثال ان فرد بيهوى القديم، واحد بيهوى الحديث، واخر يتوسط بين القديم والحديث. اما الظاهره البشريه العامه لدى البشر فهي اوهام يطلق عليها اوهام الجنس او اوسان القبيله.
السؤال التاني. كلما اختلف الحالات، كلما اختلفت الحالات التي نقارن بينها، كلما اختلفت الحالات التي نقارن بينها في حجة المماثلة ازدادت قوة الحجة، قوة الحجة. لا هو بص يعني هو كلما اختلفت الحالات التي نقارن في حجة، في حجة الايه؟ المماثلة. ازدادت قوة الحجة، ازدادت قوة الحجة. طبعا العبارة معايا هتطلع صحيحة، ده اخر خطأ. هو انت عايزة تلخبطيني يعني؟ دي بيتكلم على انت... انت انا عارف انت عايزة تلخبطيني. كلما اختلفت الحالات التي نقارن بها، لا طبعا كلما زادت الحالات، ده اول حاجة، الحالات عدد الحالات التي يمكن مقارنتها. انا عارف انت عايزة تلخبطيني. لا هو انت عندك في الحالات المتشابهه وفي الحالات المختلفه ذات الصله. اول حاجه الحالات التي يمكن مقارنتها، ثاني حاجه الحالات المتشابهه ذات الصله، وعندك الحالات المختلفه ذات الصله. مختلفه ذات الصله هي سلاح ذو حدين، اما انها تقوي الحجه او تضعف الحجه. ولكن السؤال هنا في الحته دي، لو جه كده المقصود بيها بيضرب في الجزئيه الاولانيه عدد الحالات التي يمكن مقارنتها. هو مستر محمد بيقول عدد الحالات التي يمكن مقارنتها. انا من وجهه نظري كلما اختلفت الحالات، انا اؤيد اللي هي الحالات المختلفه ذات الصله، وتطلع العباره صحيحه اذا اكد لنا افراد اخرين مختلفين ان الحجه قويه، بان السياره قويه وموضع ثقه، ستصبح الحجه في هذه الحاله قويه وستزداد اقتناعه. لكن لو حصل اختلاف ما بين الحجه، يعني لو عندي الافراد قال انا هسوق العربيه مع ثلاثه من اخواتي، في الحاله دي هتضعف الحجه. طب ما هو انا بس قصدي حته، اولا الحالات المختلفه ذات الصله ليها حاجتين، يا اما تقوي الحجه او تضعف ايه؟ لا اما تضعف الحجه. ما انا هنا هو السؤال ممكن تكون طيب كلما اختلفت طب الحالات. طب ماشي، انا دلوقتي الحالات المختلفه ذات الصله، يا اما يا محمد بتضعف الحجه او تقوي الايه؟ الحجه. ما ينفعش السؤال يجي صواب وخطا. طالما الاجابه يعني الاجابه تحتمل صواب وخطا، الحالات المختلفه ذات الصله تضعف الحجه وتقويها؟ تقويها. لا حاجتين حسب الحاله، يا تقوي الحجه اما ايه؟ تضعفها. فانا هنا لو قال لي كلما اختلفت الحالات التي يمكن ايه؟ مقارنتها. عندك في عندك اول حاجه كده نص كده اسمه ايه؟ سطر. كلما زادت عدد الحالات التي يمكن مقارنتها قويت الحجه. هو هنا ما قاليش بقى زادت الحالات دي مختلفه ولا ايه ولا متشابهه. هو كلما زاد اختلفت حد... كلما زادت الحالات، السؤال الصح اكثر قوه. ايه تمام، هو صحه السؤال ايه؟ صحه السؤال احنا بنقول السؤال الصواب والصحيح. كلما هنا السؤال ما يجيش صواب وخطا. اختلف في عندي حالتين، حالات متختلفه ذات الصله وحالات متشابهه ذات الصله. المتشابهه ذات الصله او عدد الحالات الاثنين كلما زادوا قويت الحجه، انما المختلفه ذات الصله هو هنا ما قاليش مختلفه ذات الصله، هو قال لي مختلفه يمكن ايه؟ مقارنتها. مختلفه يمكن ايه؟ مقارنتها. يبقى هنا بيتكلم عن النقطه الاولى اللي هي عدد الحالات. عدد الحالات كلما زادت مش اختلفت، كلما زاد عدد الحالات اللي يمكن مقارنتها قويت الحجه. الو يا محمد. ماشي واضحه النقطه؟ فهمتها. بس السؤال ده صياغته مش مظبوطه. عندك سؤال تاني يا محمد؟ تعد اللغه من عوائق التفكير السليم في بعض الاحوال. تاني كده، تعد ايه؟ تعد اللغه. تعد اللغه ها من عوائق التفكير السليم في بعض الاحوال. طيب اللغه بتكون عوائق في التفكير. اللغه وعوائق اللغه في الاستدلال قصدك؟ تاني سؤال يا محمد. هي بتاعي في الباب الاول صح يا مستر؟ ايوه اللي هي العواصف اللي درس. بتشكلها اللغه اللي هي غموض مفردات وتركيبات اللغه. ايوه ما انت شاطر اهو يا محمد. ده محمد مذاكر اللغه ده عشان استخدام الالفاظ. ايوه طب احنا بنتمنى لك التوفيق يا محمد، وتتواصل معانا دايما. ماشي يا محمد. في سؤال رابع معلش. طب هات السؤال الرابع. تعد مقدمات الحجه الاستنباطيه. الاساس الحاسم. تمام. لرقحان النتيجه. ليه؟ طبعا العباره غلط، لان تمام. نتيجه الحجه الاستنباطيه بتطلع يقينيه، لكن الرقحان بتبقى في الحجه الاستقرائيه. تمام. العباره هتطلع معاك عباره خاطئه يا محمد. لان الحجه الاستنباطيه بتبقى يقينيه، صدقها صدق ضروري مطلق ليس له درجه. حتى اما الحجه حتى الاستقرائيه تعريفها تشكل مقدماتها اساسا حاسما. تمام؟ مش رقحان. ما فيش سؤال خامس كده؟ اربعه بس. ماشي ثواني كده. لا 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 ده انا خلاص بقى عشان نفتح المجال لمزيد من الاتصالات. ماشي ماشي نشكرك يا محمد. ماشي شكرا لحضرتك. اتفضل يا حبيبي.
نرجع تاني للمثال بتاعنا بتاع طريقه الاتفاق من طرق جون ستوارت ميل للتحقق من المل. قلنا يوجد تلازم ما بين مين؟ العله والمعلول. كلما حضرت العله حضر المعلول، كلما حضرت الحراره بشكل قوي او كلما حضرت حراره تمددت المعادن. وقلنا المثال بتاعنا ان احنا نسينا المثال الاسره سبعه دخلوا ياكلوا في مطعم، اللي كان الكفته واللي كان الفراخ واللي كان لحمه واللي كان بيتزا واللي كان مش عارف ايه كله، وجالهم تسمم. انا هسالك بقى، كلهم جالهم تسمم بس ما اقدرش اقول اصل هم اكلوا لحمه كلهم اكلوا اكل مختلف، كلهم اكلوا اكل مختلف عن بعض، بس الحاجه الوحيده اللي اشتركوا فيها هي العصير. يبقى معنى كده العصير يطلع معايا سبب لمين؟ للتسمم. يبقى معنى كده لو حضر العصير ظهرت حاله مين؟ للتسمم. يبقى احنا كده اثبتنا بالدليل على ان طريقه الاتفاق بالمثال بتاعها بظهور عله ظهر معايا مين؟ المعلول. طب انا هسالك سؤال، هو مش ممكن يكون في سبب تاني غير العصير؟ يعني ممكن تكون مثلا انا عندي حموضه واخده دواء، تمام، حصل تفاعل مع الاكل، يبقى انت معنى كده عايز تستنبط لي ان في ممكن يوجد عيب لطريقه الاتفاق، تمام، ان ممكن يوجد سبب اخر لحدوث التسمم غير العصير. فعشان نتاكد نغيب العله نشوف المعلول هيغيب ولا لا. يعني معنى كده نخش في تاني طريقه معايا، وهي طريقه يطلق عليها طريقه مين؟ الاختلاف. على فكره هي الاتفاق بس بغير كلمه واحده. انا كنت بقول كلما حضرت العله حضر الايه؟ المعلول. هي عكسها، غابت يعني العله غاب المعلول. يعني انت عايز تقول لنا الوجه السلبي للحضور، تمام، يعني بغياب العله يغيب مين؟ المعلول. طيب مين بقى اللي راح معانا في العزومه؟ في واحد كان معانا زياده، نفترض ان واحد تاني راح معانا بجانب الاسره السبعه، هو الكتاب قال اسمه اسامه، فتناول الطعام بس لم يتناول مين؟ العصير. يبقى معنى كده لو غاب العصير يغيب معايا حاله مين؟ وده ما جالوش تسمم، يبقى انا كده هتاكد ان العصير هو كان سبب التسمم. طيب يبقى احنا معنى كده اتكلمنا على طريقتين، طريقه الاتفاق بتنص على الحضور ما بين العله والمعلول، تلازم، وطريقه اخرى اسمها طريقه الاختلاف، غاب ده غاب ده. عندي ثالث طريقه معايا، الجمع بين الاتفاق والاختلاف. يعني معنى كده هي جمع ببساطه ما بين طريقه الاتفاق وطريقه مين؟ الاختلاف. يبقى بتثبت العلاقه وجودا وعدما، علاقه طرديه، بظهور علتي بيظهر مين؟ المعلول، وبغياب العله بيغيب مين؟ المعلول اللي معايا. يبقى معنى كده، طب قول لنا بقى المثال تاني بقى، لو جمعنا الحالات ايه اللي هيحصل؟ انت بتحرجيني كده على الهوا، جيبني لا طبعا انا بهزر. يعني هو المثال، انا دلوقتي لو عندي قطعه حديد، هجيب قطعه الحديد مثلا، فلنفترض ان انا لسه مش متاكد ان سبب تمدد الحديد هو الحراره، قطعه الحديد هعرضها الحراره تمددت، فانا هنا عشان اتاكد ان سبب التمدد هو الحراره، ما هو انا ممكن اقول ايه مثلا، ان قطعه الحديد دي مررتها بتيار كهربائي، بعد تمريرها بتيار كهربائي رحت معرضها الحراره تمددت، فعشان اتاكد هنا ان السبب الوحيد اللي تمدد الحديد او عله تمدد المعدن هو الحراره، اروح عامل ايه؟ معرض قطعه الحديد لكل الظروف ما عدا ظرف واحد اللي هو ايه؟ الحراره. فاذا لم تتمدد، اهو بقى الغياب اهو، اذا لم تتمدد قطعه الحديد، اذا هذا دليل ان الحراره هي كانت ايه؟ كانت سبب تمدد الحديد. هروح مجرب التجربة تاني، كل ما عرض قطع الحديد الحرارة تمدد، كل ما أمنع عنها الحرارة أو ما عرضهاش الحرارة لا تتمدد، وعرضها لأي ظرف تاني لا تتمدد. خليني مع مثال الأسرة، وراحوا كانوا لحمة وفراخ أنا بس أنت عارفة برضو بنبسطها بمثال تاني، لأن إحنا من أول درس في الكتاب خدناه، ما خدنا استقراء التام واستقراء الناقص، قلنا إيه؟ بعض الحديد يتمدد الحرارة، بعض الفضة، فأنا عارفة ماشي على نفس النسق. يعني حتى بسيطة. ماجدة بقى عايزة تسلم عليك من فيوم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ماجدة؟ الله يسلم حضرتك. بقالك كتير ما بتكلمناش ليه؟ معلش يا مستر. ايوه اتفضلي. يا مستر انا كنت عايز اسال بس، يا مغالطات الاستنباط ملغية؟ لا. لا طبعا مش ملغية. طب وكنت عايز اسال حضرتك في حاجة. لا اسالي مش سرايا. انت مش جبت الملغي الحصه اللي عرضناه؟ اتفضلي يا ماجده. يا مستر انا كنت بذاكر من كتاب وحضرتك قلت لي ما ذاكرش، يعني كنت قلت لك على مثال وانت قلت لي انه مش كويس. ايوه اللي هو بتاع افلام ايوه ارمي اي اللي عنده اي كتاب كان خارجي ارميه في الزباله. انا ما ذاكرش منه خالص. والله ذاكر من كتاب المدرسه ولخص. انت انا بقول لك بصدق، لان الامثله اللي موجوده، بص خاصه يا جماعه في المنطق، لو دقت بالدنيا واحد في بعض الطلبه منازل ماشي يا ماجده، فبيسالوا طب احنا نعمل ايه؟ حاول تلخص، لو ما عرفتش تلخص ممكن في اضيق الحدود تذاكر الفلسفه من كتاب خارجي، انما المنطق الامثله لازم امثله الكتاب. شكرا يا مستر. اتضحت الرؤيه؟
شكرا. واحنا ان شاء الله سؤال لماجدة. لا شكرا يا مستر. احنا ان شاء الله يا ماجدة القوافل التعليميه تبقى عندكم الاسبوع ده في الفيوم ان شاء الله. هنلتقي بكم ان شاء الله. شكرا يا مستر. العفو يا ماجدة. نكمل. خدنا كم طريقه؟ خدنا ثلاث طرق، الاتفاق والاختلاف والجمع ما بين الاتفاق والاختلاف. تيجي نخش في رابع طريقه معنا. رابع طريقه معاك، طريقه اسمها طريقه التلازم في التغير وعلم الاجتماع. بقى وانا عارف انت يعني بتحبي علم النفس وعلم الاجتماع. لا ده احنا هناخد حاجه واقعيه بعيدا عن علم النفس وعلم الاجتماع. نلتزم بامثله كتاب المدرسه. هنمشي في الشارع ايام الانتخابات. تمام. اني صوره تفتكر تلفت انتباهك عشان نروح وننتخب هذه الشخصيه؟ اني واحده؟ كل ما كان ايه، كل ما كان في زياده في نسبه الاعلانات. تمام. عن شخص معين هنروح احنا وننتخبه. تمام. صح الكلام. تمام. يعني معنى كده بزياده نسبه او كثره الاعلانات عن شخص معين هتخش انت وتنتخبه. يبقى انا عندي معنى كده في تلازم في التغير. بمعنى ايه؟ لو حدث تغير في العله يواكبها تغير في المعلول بنفس مين؟ بنفس الطريقه. يعني كل انا عايز افتح محل، انا قلت قررت ان انا افتح محل وعايز الناس تيجي عشان تشتري من المحل اللي موجود عندي. تمام. اخلي الناس تيجي ازاي؟ هتعملي دعايه واعلان. يبقى كل ما زودت نسبه الدعايه والاعلانات عن المحل الناس هيحصل لها ايه؟ هتبدا تيجي. صح. يبقى معنى كده طريقه التلازم في التغير بتنص على وجود علاقه طرديه ما بين العله وما بين المعلول. بمعنى ايه؟ اي تغير في العله هيواكبه تغير فين؟ المعلوم. بس بنفس مين؟ بنفس الطريقه. هتزيد العله هيزيد المعلول. طيب لو انا افترضت مثال دلوقتي يا محمد، عندي خريجه طلبه حقوق، تجاره، لا اداب، لا ألسن، لا طب، كل دول مش هوفر لهم وظيفه. بطاله بقى تبدا تنتشر معاك فعلا. مين؟ البطاله. يعني كلما زادت نسبه البطاله تبدا تزيد معاك مين؟ الجريمه. طيب. صح. يبقى انا عندي علاقه ما بين العله وما بين مين؟ المعلول. قلت لو انا زودت الاعلانات بتاعتي والدعايه عن المحل بتاعي هتبدا تزيد نسبه مين؟ المبيعات اللي موجوده معايا. طب لو نرجع للاطفال، لو انا عندي مثال عن الاطفال، كل ما زودت نسبه الكالسيوم في غذاء الاطفال يبدا نمو عظامهم ماله يزيد. يبقى قوي يزيد. يبقى معنى كده لو انا دللت بالامثله على طريقه التلازم في التغير قلت بنفس الكميه اي تغير في العله هيواكبه تغير فين؟ في المعلوم. انا شايفاك كده عايز تاخد المحل بتاعي. لا ده في كرم من هنا بقى. عايز اسالك هتفتحي من محل ايه؟ السلام عليكم. السلام. ازيك يا مستر محمد؟ ممكن تعلي الصوت شويه يا كرم؟ ازيك يا مستر محمد؟ الحمد لله يا كرم. عامل ايه؟ يا غلاج. ازيك وازاي كل اهل جينا؟ لا يخليك. الحمد لله. اتفضل يا كرم. بالنسبه معايا سؤال، انا في الوحده، في الوحده الثانيه. الثانيه؟ نعم. منطق؟ لا فلس. طب بقول لك ايه، بقول لك يا كرم، طب ممكن خلي السؤال معانا ناخده ونحاول نجاوبه عليه عشان بس ما نشتتش. ازاي؟ بس احنا ناخده ونخليه معانا. قول يا كرم. عايز السؤال يعني عدم دور الفكر البيوتيقي في تحديد تجديد اثار. لا ده انا مش سامعه حاجه، ما سمعتش ولا كلمه غير يعني عدم. يعني عدم دور الفكر البيوتيقي في تجديد اثراء مضامين بعض المفاهيم القديمه. في اثراء بعض مضامين ايه؟ بعض المفاهيم القديمه. ده صح وغلط؟ ده صح. طبعا العباره هتطلع ماشي، بس العباره هتطلع معاك غلط، لان الفكر البيوتيقي اسرى بعض المصطلحات الفلسفيه. عندك حق، عندك خير، لان الفكر البيوتيقي ده اصلا من ضمن مباحث اللي هو مبحث الاكسيولوجيا. صح، اللي هو مبحث القيم. فاسرى بعض القيم زي الحق، زي الخير، زي العداله، زي مفاهيم عندك زي الديمقراطيه، زي الحوار، كل دي الفكر البيوتيقي اسراها وليها علاقه فعلا بالفلسفه. فالعباره هتطلع معاك العباره خاطئه، لان في علاقه واصله وثيقه ما بين الفكر البيوتيقي وما بين الفلسفه وبعض المصطلحات الفلسفيه. عندك سؤال تاني يا كرم؟ لا احنا سعداء بيك ونتمنى لك التوفيق وتابعنا دايما يا كرم. طب نكمل. خدنا كده دي الطريقه الرابعه، البواقي. طريقه البواقي. البواقي انا هفترض معايا انا عندي مثلا وليكن سين وعندي صاد وعندي عين وعندي غين. طب دول عباره عن ايه؟ انا هعتبر ان دول اختين ودول صاحبتين ليهم. ماشي الكلام؟ تمام. طيب سين وصاد هعتبرهم علتين. طب عين وغين هعتبرهم معلولين. دول اختين والاختين دول ليهم دول صاحبتين، بس الاربعه بيخرجوا جروب مع بعض. طب لو انا قلت لك اذا علمت ان عين اللي هي المعلول ده معلول لاحدى العلتين هتستنتج انت ايه؟
ان المعلول الثاني العله الباقيه، العله الباقيه. يبقى دي طريقه فعلا اسمها طريقه البوائي. بمعنى ايه؟ انا عندي هم اختين وعندي صاحبتين، طب دول معلولين ودول علتين. لو انا افترضت ان معلول من احد المعاليل، شوف بقى بص طريقه الكلام، بص ازاي معلول من احد المعاليل بص معلول لاحدى العلتين، هنستنتج ان المعلول الباقي يعد معلول لفين؟ للعله الباقيه. لا انا عجبني بصراحه المثال ده، هو مش موجود في الكتاب، مثال سين ده والجروب خاصه انه جديد. لا وخلي بالك طريقه مبسطه، احنا كده كده هنقول المثال الخاص بالعالم ليفري اللي هو العالم الفرنسي. بس هي لما تيجي كده، انا عندي اختين وادي صاحبتين، طب انا عايزه اترجمهم. لو دي لو انا عرفت ان عندي صاحبه سين، هتستنتج ان غندة صاحبه مين؟ صاد. صح الكلام؟ صح. يبقى معنى كده دي طريقه اسمها طريقه مين؟ البوائي. تنص على اذا كان هناك معلولين لعلتين، لو علمت ان احد المعاليل هو معلول لاحدى العلتين، هنستنتج ان المعلول الباقي هو معلول للعله مين؟ الباقيه. طب ايه اهميتها الطريقه دي؟ ايه اهميتها بقى؟ عندي عالم وهو العالم الفرنسي اسمه ليفري، توصل الى كوكب، حصل انحراف في كوكب، عندي كوكب اسمه اورانوس، عند ازاحته وانحرافه تم اكتشاف كوكب اخر بالقرب منه وهو يطلق عليه كوكب مين؟ نبتون. يبقى معنى كده انا استنتجت بناء على مين؟ على ظاهره معايا من البوائي. انا حاسه ان الدرس بسيط وسهل، ما بتكلمتش فعلا غير على ايه؟ عله، لا معلول، غياب عله بتغيب مين؟ المعلول اللي فاضل معايا. يبقى احنا خلصنا كام طريقه؟ خمسه، خمس طرق معايا من طرق مين؟ جون ستوارت ميل. طب على فكره احنا ممكن نلخصها للطالب بشكل بسيط، هو يكتب، ممكن نكتب عله ومعلول، يعني نكتب كده الاول عله ونسيب مسافه جنبها معلول. انا اكتب اكتبي كده العله مثلا، العله سيب مسافه، سيب مسافه جنبها كده واكتبي معلول. ماشي معلول. تمام. في الاول كده اكتبي حضره مثلا، لو اكتبي حضر، لا في الاول خالص قبل عله اكتبي حضر. طب انا قلت حضرت عله، في النص اكتب حضر، يبقى حضر ايه؟ حضر مين؟ معلول. طريقتك صعبه ودسمه. انا اقول لك، طب خليها واحده واحده. حضرت عله وحضر دي الاتفاق. لو حطيت كلمه غابه بدل يعني حضر، انت عايز تجمع لنا الطرق كلها. نجمعهم كده. ماشي. طب هكتب هنا غابه اللي هي طريقه الاختلاف. تمام. غابه العله، يعني العله زي ثابته، المعلول ثابت، يبقى هيجيب مين؟ المعلول. صح؟ المعلول دي طب الاختلاف. تمام. الثلاثه هحط ايه؟ حضره وغابه، كلما حضرت العله حضر المعلول، وكلما غابت العله غاب المعلول. واقول ان العلاقه ما بينهم علاقه طرديه. تمام. بالوجود وبمين وبالعدم. ماشي. فاضل معاك ايه تاني؟ طيب عندي طبعا التلازم في التغير، هنكتب كده كلما تغيرت العله تغير مع الايه؟ يعني معنى كده انت بتقتبس من الاسم، هي اسمها التلازم في التغير. اذا حدث تلازم، اذا حدث تلازم في العله هيواكبه تلازم فين؟ في المعلول. يبقى لو تغيرت العله هيتغير المعلول بنفس مين؟ بنفس الكميه اللي موجوده معايا. صح؟ تمام. عندك اخر طريقه وهي طريقه مين؟ البوائي. معايا بقى جينا نازله علينا، وانت عارفه الصعايده يعني رجاله، وبسم الله ما شاء الله في العلم عندهم قوه يعني. السلام عليكم. محمد. ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك؟ جينا كلاكيت تاني مرة. انا الحصة البرنامج اللي فات انا كنت جاي لك على المثال بتاع كل المعادن تتمدد الحرارة. تمام. وحضرتك قلت لي انه راتب المعلومات الثلاث قوائم، الثلاث قوائم دي نكتب ايه بالنسبة للمثال ده يعني خاصة؟ تاني يا احمد. اللي هي قائمة الحضور وقائمة الغياب وقائمة التفاوت. هنكتب ايه فيها في المثال ديت يعني؟ هاجي في الحضور واقول ان المعادن بتتمدد بظهور الحرارة. وهاجي في الغياب واقول ان المعادن لا تتمدد باختفاء الحرارة. وهاجي واقول في التفاوت ان كلما زادت الحرارة بشكل قوي كلما زاد التمدد. طب في سؤال تاني لو سمحت. ماشي. بتاع الملاريا. لا في الحجة، في حجة المماثلة تعتمد على حجة غير سليمة، وضح ذلك بمثال. أقول لك أنا المثال ولا تخلي مستر محمد يقوله؟ لا هو لك مثال. اتفضل حضرتك. ماشي. تعتمد الممثلة على حجة غير سليمة، صح؟ صح. هو عايز مثال عندك. هنعتبر إن أنت طالب، هعتبر إن أنت طالب يا محمد في تانية ثانوي، والامتحان أنا اديتك امتحان، والامتحان دوت صعب، فانت عايز تغش. بالنسبة لي عايز تغش، فعشان تقنعني بعملية الغش اذا انت هتستند لممثلة، فانت هتقول ايه في الممثلة؟ اذا كان المحامي بيتشاور مع الزملاء، يعني عندك محامي بيتشاور مع الزملاء في اي قضية صعبة، اذا كان الدكتور بيتشاور مع الزملاء في اي مسألة صعبة، فما بالي انا بالتلميذ، انا كمان عايز استعين بالكتب الخارجية واستعين بيها واعمل ايه واتناول ايه واتناول
واتناول المشاوره مع زملائي. معنى كده ان اعتمدت على حجه وسميتها حجه مين؟ حجه استقرائيه، ولكنها حجه مالها غير سليمه. تاني ولا ماشي. فهمت ولا اقوله تاني؟ ماشي، شكرا. ماشي، شكرا. طيب ناخد بقى المثال بتاع كلود برنار. كلود برنار، انت عندك مراحل، مراحل المنهج الاستقرائي. اول حاجه قلنا ملاحظه، وبعدين مراحل المنهج الاستقرائي. هعتمد على واحد عندي حاجه اسمها الملاحظه، وعندي حاجه اسمها الفرض، وعندي حاجه اسمها التجربه، واخيرا هصل لمين؟ للقانون. صح الكلام؟ تمام. نيجي للعالم بتاعي وهو العالم كلود برنار. طب والسؤال هنا بيجي ازاي؟ اذكر مثال تطبيقي عن مراحل المنهج الاستقرائي. مثال تطبيقي، كلود برنار افترض او جه اشترى ارانب احضرها من السوق، حطها على المنضده ودخل يقضي شويه حاجات، منضده المختبر. رجع لقى ان الارانب تبولت، فلاحظ ان البول، ايوه مهمه جدا عندي لاحظه دي، يبقى دي ملاحظه اهي، ان البول صافي وايه وغير حمضي. يبقى هو معنى كده هو عمل معايا اول خطوه، هي خطوه مين؟ الملاحظه. صح. طيب تعالى انقل بقى في تاني خطوه. افترض كلود برنار ان الارانب لم تتذوق الطعام، ما كلتش الطعام لفتره، وبالتالي تحولت هذه الارانب الى ايه؟ الى حيوانات لاحمه بتتغذى على لحمها للاشباع. بمعنى ان انا لو انا جيت مثلا هعمل رجيم، هعمل دايت، لما اجي اعمل دايت بحس بالجوع، فبيبدا الجسم يتغذى على المخزون اللي موجود جواه. نفس الكلام، هو افترض ان اكيد الارانب دي لم تتذوق الطعام لفتره معينه، طب وبحرمانها من الاكل ايه اللي حصل لها؟ لما اتحرمت من الاكل تحول لون البول بتاعها الى ماله؟ الى غير صافي، الى صافي وماله وحمضي. طيب هو دلوقتي ماله؟ افترض، طب عايز يجري تجربه، تفتكر هيعمل ايه؟ هياكل ارانب. يبقى معنى كده هيقوم بتقديم العشب للارانب. لما قدم العشب للارانب تحول البول الى ماله؟ الى صافي غير حمضي. الى غير حمضي. واضح الكلام؟ طيب فرجع تاني، هو برده لازال تحت تاثير التجربه، فرجع تاني وراح حرمها من الاكل، فرجع البول بقى ماله؟ صافي وحمضي. فراح اجرى التجربه على الحصان، فلقى ان الحصان نفس الكلام، يكاد يتساوى زيه زي الارانب. فيوصل للقانون العام ان تتساوى الحيوانات العاشبه مع الحيوانات مين؟ اللاحمه. فين؟ في البول بتاعها، اذا منعنا عنها الاكل. تمام. طب تيجي نقولها تاني. تمام. يبقى هو عمل اول خطوه، هو احضر الارانب، لان لقى ان البول بتاعها مقدر وغير حمضي. يبقى معنى كده هو عمل خطوه اسمها خطوه مين؟ الملاحظه اللي موجوده معاه. طيب افترض انها لم تتذوق الطعام لفتره طويله، فلما منعت من الطعام اصبحت تتغذى على مين؟ على لحمها. تمام. وبالتالي البول بتاعها بقى بهذه الطريقه. قال طب انا هجري عليها تجربه، ايه نوع التجربه اللي هو هيجريها عليها؟ قال انا هقدم لها الطعام. قدم الطعام، رجع البول غير حمضي. طب منعها من الطعام، رجع البول بقى حمضي. قال طب هجرب التجربه تاني وهجريها على مين؟ على الخيول. طب لقى ان الخيول بتتساوى زيها زي الارانب، بالعكس كمان، لان معدل الحموضة عالي جدا في بول الأرانب الخيول. يبقى معنى كده يتوصل إلى القانون العام إن الحيوانات العاشبة تتساوى مع الحيوانات مين؟ اللاحمة. إذا منعنا عنها الطعام. طبعا هنا المثال دوت يناقض كتابي ويناقض نفسه، لأن أنت عايز تقول لنا ملاحظة وفرض وتجربة وقانون، وفي الخطوات ملاحظة وتجربة وفرض وقانون. تمام، الله ينور عليك. لأن هنا هو المثال اللي هو حطه قال لك لاحظ، ثم بعد ما لاحظ افترض، فأجرى التجربة لكي يتأكد من صدق الفرض أو صحة الفرض. هذا الجزء المثال التطبيقي الذي وضع لخطوات المنهج الاستقرائي، المثال التطبيقي هو كأن شخصا وضعه، وأن الذي وضع خطوات المنهج الاستقرائي شخصا آخر. بين صفحات هذا الكتاب بصفحة 70 يصف الحجة الاستنباطية، أنه إذا حذفنا من الحجة الاستنباطية من المقدمة معظم ومن النتيجة ربما لصارت حجة استقراء، لو حذفنا الحجة الحجة الاستقرائية لو حذفنا منها معظم المقدمة وربما من النتيجة لصارت حجة استنباطية. فعندما يقدم لنا بعدها بصفحتين، صفحة 73 المسألة الاستقرائية، يأتي المسألة الاستقرائية يأتي في نتيجة بكلمة إذا هذا المنهج يحتاج إلى تغيير حتما وجذرا. لأن طبعا احنا بنبذل مجهود والأساتذة كلهم بيبذلوا مجهود علشان المنهج، على فكرة هو واصل للطلب بشكل جميل، والطلبة يعني ما عندهاش المشكلة دي، ولكن احنا بنقول ان هو فعلا يحتاج الى هذا التعديل والتنقيح حتى نظهر هذا المجهود اللي بذل في المنهج
لان في مجهود بذل في تاليف هذا المنهج. نحط هذا المجهود في افضل صوره. وزينب من هنا دي الى هنا ثالث مره. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك مس محمد؟ مس محمد ولا مستر محمد؟ مس سرايا. ايوه كده. بقيت مس محمد. ازاي يا زينب؟ ازيك؟ ينفع كده؟ ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انا كنت عندي استفسار يعني. لا طالما قلت مس محمد معاك مس سرايا تجاوبك. لا هو انا عايز اسال على حاجه اتلفت يعني او مكتوبه في الاسراء. اللي هو الاستقراء الحدسي عند ده اسرائي، جزء اسرائي. الاستقراء الحدسي عند ارسطو. تمام. ده ملغي ولا ده اسراء؟ مش مكتوب عندك عليه اسرائي؟ استقراء الحدسي. ايوه مكتوب عليه اسرائي. ايوه يعني أيوة. عارفه يعني ايه اسرائي؟ ايوه ايوه يعني مش تبعنا. لا يعني تقرايه هينفعك بس مش لن تمتحني فيه. طب انا عندي سؤال، هل صحه او خطا العباره الاستقراء عند ارسطو هو اقامه البرهان على قضيه جزئيه؟ تاني؟ هي غلط. الاستقراء عند ارسطو اقامه البرهان. انا نوع من الاستقراء بقى استنى، انا نوع من الاستقراء على قضيه جزئيه. اقامه ايه؟ اقامه البرهان على ايه؟ برهان على قضيه جزئيه. على قضيه جزئيه. جزئيه هي غلط، هي كليه بس ايه التعليل؟ انا استقراء. استقراء تام ولا ناقص؟ لا هو قال الاستقراء بس عند ارسطو. مش لازم يقول الاستقراء التام والناقص؟ لا معلش، هو قال الاستقراء عند ارسطو هو اقامه البرهان. طب احنا بقى ايه رايك نغير السؤال، نخلي نقول الاستقراء الناقص، تبقى السؤال بشكل اوضح. لان هو قال الاستقراء، هو اللي فيه نوعين من الاستقراء، استقراء تام واستقراء ناقص. بس ممكن يكون بس هو كتب الاستقراء تعريف الاستقراء اللي هو الانتقال من الحالات الجزئيه الى الحاله العامه. انتقل من الحالات الجزئيه الى حكم عام. في فعلا في حته في الكتاب بيقول لك تعريف الاستقراء عند ارسطو واقامه البرهان على قضيه جزئيه. تمام. انه انتقال من الحالات الخاصه الى فممكن يكون هي اصدار في التعريف. طبعا هو اقامه البرهان مش على قضيه جزئيه، هو احنا بناخد القضيه الجزئيه دي عشان نقيم البرهان ننطلق منها الحكم كلي. هو فعلا في اقامه برهان على قضيه جزئيه، بنبرهن منها على هذه القضيه الجزئيه لكي ننتقل الى الحكم الكلي. وفعلا هو بيقيم البرهان على القضيه الجزئيه. انت معانا يا زينب؟ الو زينب قفلت. كنت عايزه اقول لزينب حاجه. اتفضلي. لا خلاص. في اصل في عندك في الكتاب تعريف الاستقراء. ولما نيجي لا تعريف لا لما تيجي تعرف الاستقراء مش انت عندك الاستدلال. لا انا مش الاستقراء الحدسي. انا فاهم. لا هو مقرر عليه تعريف الاستقراء. وعندك فعلا الاستقراء زي ما انت قلت بينتقل من استقراء تام واستقراء ناقص. هي انا كنت بحسب ان هي هتنقض نظريه الاستقراء عند ارسطو. طب انت كنت بتقول حاجه على مراحل الاستقراء. تمام. ناخد احنا لخصنا مراحل الاستقراء قلناها في المثال. تمام. انت كده وصلت كده لنهايه الباب الاولاني. طب ايه بقى هتشتغل لنا ايه دلوقتي؟ معانا دعاء من سوهاج عايزه تسال. السلام عليكم. السلام عليكم. بس انا ملاحظه ان سوهاج لقينا. ازيك يا دعاء؟ ايوه الحمد لله. عامل ايه يا مستر؟ الحمد لله بخير. يا مستر انا عايزه اعرف بس حضرتك يعني انا براجع معاكم بذاكر معاكم يعني. طيب اتفضلي. تمام. انا بذاكر مع حضراتكم يعني امشي على طريقه الشرح اللي في التلفزيون ولا اسبق بعضي اسبقكم؟ هي قصدها ان هي تمشي معانا في الشرح يعني ولا تسبقنا؟ لا طبعا تسبقينا وتيجي تراجع معانا. يعني تسبقي وتبقي معانا والحاجه اللي واقفه قدامك، لان يعني انا من وجهه نظري ان هي تسبق بحيث تخش في الفكر البيوثيقي، تخش في الباب الثاني في الاستنباط كده، ويبقى بالنسبه لك مراجعه احنا ليكي. لو في حاجه وقفت قدامها وتروحي هي راجعه ومتصله بينا. صح؟ طب هو على فكره بس انا في خطا يعني فلت مني. الاستقراء عند ارسطو اقامه البرهان على قضيه كليه وليس على قضيه جزئيه. ودي الجزئيه، هو بياخد بعض القضايا الجزئيه علشان ينتقل البرهان على قضيه كليه، زي المثال اللي ضربه لنا في الاستقراء الناقص ان بعض الحديد يتمدد الحراره، بعض الفضه، بعض الذهب، وصل للبرهان على قضيه كليه ان كل الحديد او كل معادن تتمدد الحراره. ماشي، تيجي تبتدي بقى اسئله مراجعه على الباب. ماشي، اسئله مراجعه. قول انت. طبعا في سؤال اللي هو هناك قصور في التفسير التقليدي للتمييز بين الحجه الاستنباطيه والاستقرائيه. السؤال ده متكرر، السؤال ده طبعا الاجابه بتاعته هي اربع امثله. اللي هو الانتقال من العام للعام. خاص لخاص بالنسبه للاستقراء وبالنسبه للاستنباط. صح؟ تمام. طبعا اللي هو الاربع امثله ان قد تكون مقدمات الحجه ونتيجتها قضايا كليه سواء استنباطيه او استقرائيه،
عندنا المثال في الاستنباطية كل حيوان فان كل إنسان حيوان، إذا كل إنسان فان. وعندنا المثال في الاستقرائية، هنا لاحظنا إن التفسير التقليدي كان بيقول لك الفرق من الحب العام للخاص بالنسبة للاستنباط، تمام. إذن هو في المعاصر تلافى هذا النقد، يعني انتقل من عام لعام ومن خاص لخاص. طب خش في المثال بتاع من خاص لخاص. من خاص لخاص عندنا إذا نجح المؤتمر الاقتصادي ستنخفض البطالة، نجح المؤتمر الاقتصادي انخفضت البطالة. طبعا دي كلها قضية خاصة بمصر، وعندي في الحجة الاستقرائية برضو مقدمات الحجة ونتيجاتها كلها قضية خاصة. كان نجيب محفوظ فيلسوفا وأديبا، كان أحمد لطفي السيد فيلسوفا وأديبا، كان احمد لطفي كان نجيب محفوظ فيلسوفا واديبا، كان العقاد فيلسوفا واديبا، احمد لطفي السيد اديب، يبقى محتمل او مرجح انه فيلسوف. ناقص لك بقى من خاص، كلها قضايا خاصه دي خاصه، ناقص لك من عام لعام. من عام لعام احنا قلناها كل حيوان فان كل انسان، دي استنباط. يبقى كل الابكار، كل الابكار ثدييات ولها رئات، وكل الحيتان ثدييات وتوصل لكل الثدييات لها رئات، تمام. إيه هنا هنجد هنا ان الاربع امثله دول بيظهروا ان الانتقال من عام للخاص او من الخاص لعام ليس هو معيار التمييز بين الحجه الاستنباطيه والاستقرائيه. معانا تليفون. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن نعلي الصوت؟ ايوه انا اميره. اميره؟ منين يا اميره؟ من القاهره. اهلا وسهلا، اخيرا القاهره. وصلنا للقاهره. سؤالك ايه يا اميره؟ انا عندي بس سؤالين في المنطق. ايه؟ سؤالين في المنطق. ماشي اتفضلي قولي اسئلتك. اذا اردت عمل جرد لمكتبتك اي نوع من الاستقراء؟ الاستقراء الكامل طبعا يا اميره، طالما هجرد المكتبه هستخدم الاستقراء الكامل، ما ينفعش استخدم الاستقراء الناقص. طب انا الطريقه ازاي اكتبه؟ ازاي الاجابه؟ ايه مش سامعه الاجابه هتبقى ازاي؟ يعني هو بيقول لك اي نوع من الاستقراء تستخدميه، هتقولي هنستخدم الاستقراء الكامل وتروحي معرفه الاستقراء الكامل الذي يقوم بفحص جميع او كل حالات الظاهره. طيب اكتب الامثله بتاعته. ممكن تكتب المثال بتاع كل التلاميذ اللي موجودين عندك، وممكن ما تكتبوش لان هو كاتب، هو اصلا مديك المثال. لو عايزه تجرد المكتبه تستخدمي ايه؟ طيب قولي السؤال الثاني، اوعي تقولي بتاع الحبوب والغلال. ماشي. السؤال الثاني اللي هو البارود سبب المراريا. ايه البارود؟ كيف يمكن التحقق من صحه ذلك بطرق بيكون في المنهج، منهج بيكون الايجابي صح؟ ايوه هو ده صح. انت عندك في منهج بيكون الايجابي معاكي كام خطوه؟ معاكي اربع خطوات، معاكي الملاحظه وجمع المعلومات، معاكي وضع المعلومات في قوائم، قائمه الحضور وقائمه الغياب وقائمه التفاوت، ومعاكي ثالث حاجه المقارنه ما بين القوائم، واخيرا الوصول لتفسير مين الظاهره اللي موجوده معاكي. انت بتكتبي خطوات منهج بيكون وبتيجي بتتحققي من السؤال دوت. مش انت عندك مثال عن ظاهره الحراره لما جه فحصها في 27 حاله، امتى بتظهر وامتى بتختفي صح، وامتى بتتفاوت؟ مثال كتاب المدرسه. أيوة. بتطبقي نفس الكلام على ان البعوض سبب مين لظهور الملاريا. شكرا. ماشي يا اميره. طيب احنا كده فاضل لنا دقائق معدوده. يعني ايه هي اهم النصائح اللي تقوليها للطلبه واحنا قفلنا الباب الاول في المنطق او الفصل الاول؟ انا من وجهه نظري امسك الباب اراجعه واحل اسئله كتاب المدرسه. فعلا كتاب المدرسه غزير، الجزء الوراني الانشطه والتدريبات غزيره بالاسئله. اسئله حتى الصواب والخطا كلها اسئله، كل الاسئله اللي بتدور حوالين الحجه الاستنباطيه والحجه الاستقرائيه في تمييز ما بينهم. بمعنى ايه؟ توصف الحجه الاستقرائيه بالقوه والضعف، علل صحه او خطا العباره وتطلع معاك العباره صحيحه. كل ما كانت المقدمات بتدعم النتيجه زادت قوه نتيجه الحجه الاستقرائيه. توصف الحجه الاستنباطيه بالصحه بالبطلان. اسئله كتاب المدرسه فعلا غزيره، بدا معايا من السهل وبعد كده بدا يشد حلو ويستصعب في الاسئله طبعا. فانا من وجهه نظر ان المنطق دوت، عارف لما نقول النحو فهو المنطق دوت يكاد يتشابه زيه زي النحو بالظبط. والفلسفه السنه دي مسمينها في الادبي فيزياء الادبي. فعلا. حتى لما بنيجي نتكلم الطلبه نقول لهم خلاص انتم ما بقيتوش ادبي، ده انت زيك زي علمي دلوقتي. ففعلا كل ما بتتدرب اكتر على الاسئله بتعرف. طب ولو ما عرفش يتصل بينا ويسالنا واحنا نقول له على الاجابه. طبعا دكتور محمد زيدان ربنا يبارك له يعني ويديله طول العمر ويبارك له فعلا، لان هو بذل مجهود جامد جدا في خاصه هو وكل الزملاء كل اساتذتنا المؤلفين في الجزء بتاع كتاب الانشطه وكراسه الانشطه، فعلا بذل فيها مجهود رائع. واحنا لما بننقد او بنقول بعض الحاجات بنقولها حتى تظهر الماده في افضل ما يكون، ما يكونش فيها جزء مثلا يلفف الطالب حوالين نفسه او حتى يلفف احنا المدرس حوالين نفسه، لان في بعض الحاجات هي حاجات احنا بنقول ان هي بسيطه، ان بنقول ان هي المنهج يعدل حتى
الجهد الذي بذل في ظروف صعبة يكون في أفضل صورة لي. الحلقة القادمة إن شاء الله إحنا هنتكلم عن البيوتيقة وهنبدأ نشرح فيها، وإحنا عايزين هنحط إن شاء الله كده نظام في الحلقة إن إحنا أول ربع ساعة نهدي الأسئلة علشان نقدر نشرح وبعد كده نتناول الأسئلة. إحنا كده وصلنا لختام حلقة اليوم. إيه ده عدت بسرعة كده؟ عدت بسرعة فعلا. وأنا عايز أقول حاجة، إنه أنا لأن حصل إن الأستاذ أحمد صميدة في إحدى الحلقات وهو بيتحدث مثلا بيقول إيه في منهج بيكون، بيقول وإحنا بعد كده هناخد طرق التحقق من صحة الفرد عند بيكون. لا، هي كانت عند ميل. فالراجل هنا حينما أخطأ، أنا وارد أقع في الخطأ ده، وأي حد وارد إن هم يتكلم يقول إيه ميل. زي السؤال ده، أنا في أقل من ثانية تركيزي ما كانش هو، جاوبت غلط، وفي نفس الثانية رجعت قلت إيه وصححت، ده ليه يحسب خطأ علي؟ ولا يمكن أن يقارن بمن أمسك كتابا شهورا يكتب فيه ويخط بيده ويرجعه ثم يخرج فيه بأخطاء لا تغتفر. احنا بنصل إلى ختام حلقة اليوم. وطبعا بالنسبة لموضوع القلق الخاص بالامتحانات، وانت عارفة طبعا احنا خلاص على امتحانات الترم يعني الأول والشهادة الإعدادية بقى والشهادة الابتدائية، فاحنا في حلقة بعدنا مباشرة في حديث التعليمية وعنوانها تجنب الايه؟ تجنب القلق من الامتحانات. احنا بنشكر حضرتك استاذ سرايا. شكرا يا محمد، وشكرا لاعزائنا الطلبة. وان خير ما نختم به هو تحية يبدأها السلام وتوسطها الرحمة واختمها البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.